سيدتي الفاضلة، سألتك على فيسبوك برضو وما ردتيش عليا، عايزاني استضيف مين وانا حاول استضيفه؟ النهاردة في كل الكلام الكتير عن الكورونا انا مش هستضيف وزيرة الصحة رغم اني اشرف انها تكون ضيفتي، لكن انا جايب لحضرتك الطبيب اللي اكتشفها من سنة 2012. ينفع كده؟ ولا اجيب الاجزاجي اللي بيوصف علاج لبخة للي مش عايز؟ والله العظيم انا مش زعلان من النقد، مش زعلان من النقد عموما ولا من النقد ده خصوصا، بس بجد عايز افهم واصلح واصحح في برنامجي. بقالي سنة بعيد عن شاشة التلفزيون، قعدت سنة كاملة من 6/8 ل 6/8، رجعنا من شهر بس، والله شهر بس، ومالك القناة اللي انا فيها ما تدخلش مرة واحدة في المحتوى سلبا او ايجابا، لكن عشان الحلفان التقيته صدفة بعد لقاء وزير الاعلام اسامة هيكل، اثنى على اللقاء هو والدكتور سامي عبد العزيز مستشار القناة، اثنوا على اللقاء، وبرضه عشان الحلفان صاحب القناة علق على الخلفية اللي ورانا وقال لي انت مش شايف ان الخلفية دي زحمة شوية؟ هل ممكن وده كلامه نعيد اللقاء الخميس اللي جاي؟ الاحترام المتبادل بيني وبينه الدكتور حسن راتب من اول يوم للحظة دي هو اللي خلق الحالة دي عند مالك القناة وعندي.